السفر. انت ترعرعتي بالاشرفيه باميلا وعندك اخت وحيده من وجه لها تحيه موجوده معنا اليوم بالاستوديو اماندا. اماندا، شي مره حسيتي انك بحاجه لاخ يكون سند لإلك؟ لاني كنت بحاجته كنتو يعني انا خيي انا بيي انا مع احترامي للي هو بيي بس انا كنت نوع من الرجال تعزز فيي انا وعم بكبر عرفت انه مني بس بنت مني بس بنت بس لانه عندي اخبار البنت انا انسان والانسان اليوم وقتها بنحكي عنه للانسان يعني رجل بمراه كنت حسن صبي لا ولا مره كنت حسن صبي بس انا وقتها بدي بحب كون حسن صبي اي غالب الانوثه ام الرجوله جوات باميلا انا بقول 50 ب50% هالقد هالقد ومتصالحه معهم اثنيناتهم بطريقه وحتى انا وعم بكبر بالعشرينات علي هيدا موضوع حساس يمكن بس كانوا يقولوا لي ناس من وراء ادوار عملتها او كذا انت بنسمع انه يمكن انت لزبيان انت بايسكشوال انت اثنيناتهم طاغيين عندي في اتهامات هيك بتطالب دائما يعني كلمة كلنا اتهامات كبيره هيدي حياتي اللي ما حدا له فيها ما حدا بيتهمني فيها شو بتردي عليهم ما برد انا كل شيء انا 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 الحب انا بشبه الحب وبحب الحب طلع الحب بشكل مره رجال اكيد مش ولد منه ما في عنا امراض بس ما بقدر حدد حالي انه مجتمعي شو بدك يكون رجال او بدي اقول طويل واسمر وحصان ابيض وي صار يجي بحصان 320 حصان سيارته واسود فيش بس وكانه باميلا يعني عم تاكدي هالاتهامات نوعا ما لما تقولي انه انا كل شيء انا اوبن لا ما حدا بيحدني اذا مجتمعي بده يحدني برجال انا بعد الرجال ما لقيته هلا تلاقي المره بعد موضوع اخر خلينا نلاقي صنف بس انا مفتوحه لكل ما بحد يعني انا اذا انغرمت بمره يمكن تكون اول وحده بتزوج مره ما عندك مانع ما عندي مانع انا انا مع زيت. الحب والحريه بالحياه علي هيدي ما بتطلع منها غير وقتها تسمع جمله بقول لك ثينك اوتسايد ذا بوكس بتقوم بتقول له ذير از نو بوكس عم بتقول لي فكر برات علبه انت حاطط حالك بعلبه لتكون جوا او برا لانه من الاساس ما في علبه انا الله قال لي تفضلي كل هيدا تحت 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 ملكك اذا انت رح تعرفي شو تقرري فيه لما نبقى باميلا جوا الكتاب بنكون ملتزمين بالحدود بين اسطره وبس نطلع برا الكتاب بننحرف قد ايه نسبه الانحراف الفكري بباميلا اكيد عندي انحراف فكري يمكن انا ما بقر قد ايه هو بس اذا بدي انا عن جد واجه حالي بباميلا البس مريضة أكيد في لاقي أمراض بس ما أنا شو الشغل تبعي كإنسان اللي عم بعمله إني وقت بعد وقت عم بنشغل على إنه ما يكون فيها الانحراف اللي هو غرائزياً بده يكون موجود